الحل سليم وضحها. اللي هو الحل انك انك ما تسمع للا وتستمر. الشركه ناجحه. ناجحه ولا مش ناجحه؟ ناجحه. المنتجات ناجحه. النظام ايضا ناجح. هل انا مستعد اني اقول ناجح؟ خلي يعني انا بنيت المره الاولى وراح وقفت استمريت وبنيت ثانيه راح، ولا كنت اجلد ذاتي بتاتا ولا كنت افكر، راح في كذا. المره الثالثه راح، المره الرابعه اربع سنوات يعتبر دخل فقط لهذه الاربع سنوات اني كنت اشتري منتجاتي مجانا فقط، ما كان في دخل. في السنة الخامسة هي السنة بعد الرابعة مثل ما قلت الله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان من حيث لا يحتسب. الآن عندي سبعة خطوط ماصية من فصلت، كل السبعة أنا ما كنت سبب في وجودهم في الجلسة. تصوروا معي عندي سبعة خطوط كامل الماسيين موجودين في المجموعة تقريبا 130 ماسي. كل الماسين اللي شغالين الان في المجموعه في الفريق اللي عليه تقريبا ما يقارب اعتقد 15 19 ل 20 الف، كل الماسين انا ما كنت السبب في وجوده في دي اكسل. اللي انا كنت دعيتهم للدي اكسل اليوم ولا واحد موجود في دي اكسل. لكن انا يعني انصح نفسي وانصح الجميع الان بما ان اعطتني الفرصه هذه جزاك الله خير. اول رقم واحد احمل النيه الصادقه، نوايانا نصلح النوايا. كلام اخير هذا ودي تعبانين بس خلونا نصلح النوايا، خلي هذا القلب شغال صح شوي ينزل، لكن ارفع بالنوايا خلي نوايانا صحيحه. ثم بالجهد العمل خلونا نشتغل صح. الفلاح لما يجي الثمار، هذا الثمار متى نقطف؟ هذا الثمار رقم واحد البحث عن الارض المناسبه صح، الارض الخصبه، ثم الحرث والزراعه و و و و و و بعد فتره بيكون في ثمار باذن الله ولو كانت بسيطه. جزاك الله خير.